مشاهدينا الكرام، لازلنا مستمرين مع نجومنا في تجارب الأداء، مشروعك خلاصك. ومعانا الآن النجم عبد الرحمن مساوى. فلك التوفيق عبد الرحمن. السلام عليكم. يا من هوى يا من هواه وعزه وأذلني، كيف السبيل إلى وصالك دلني. أنت الذي حلفتني وحلفت لي وحلفت أنك لا تخون وخنتني. أنت الذي حلفتني وحلفت أنك لا تخون وخنتني، وحلفت أنك لا تميل مع الهوى وحلفت أنك لا تميل مع الهوى. أين اليمين وأين ما عادتني. يقول عبد الرحمن: يا من هواه أعزه وأذلني. ممكن يتسبب في عزتك اليوم؟ ممكن دكتور فهد مطر، بما أنه في الصوت. عبد الرحمن، صح صوتك إلا أنت قدمت النص هذا ليش؟ قدمت النص هذا؟ يلامس شيء في داخلي. ها؟ يلامس شيء في داخلي. يلامس شيء في داخلي. وقدمت من خلاله تقول يعني إن هذا إبداعي إن شاء الله، أو شيء صوت جميل. الله يعزك. التنقل كان إبداع. الله يبارك. الصوت في نضج، في احساس عالي. وفعلا يمكن عشان يلامسك في داخلك هذا اللي اخرج لنا هالمخرج الجميل. الله والله صوت جميل. لك التوفيق ان شاء الله. دكتور نايف رشدان، ما شاء الله تبارك الله، صوت وحضور مميز، وطبقات الصوت ما شاء الله تبارك الله. حتى التدرج، انا لا اعتقد ان سعيد بن احمد البو سعيدي صاحب القصيده العماني، الشاعر العماني المعروف، يقول لا تخونا، فهو يقول لا تخونوا. ولذلك أنا أتمنى أن تشكل النص قبل قراءته. لا تخونوا. ها؟ على خشب بإذن الله. شكرا على هذا الحضور. وأنا ربما أخالف صديقي في مسألة لماذا اخترت هذا التميز. هو في هذا البرنامج إما مهارة في الأداء، أو تميز في الصوت، أو تميز في الحضور، أو في الإنتاج، وهذا ما لاحظناه من اكتمال ادوات البرنامج. شكرا. دكتور نايف خلف، ما دامنا في حضره الشعر، يقول المتنبي، ويمكن يذكرني الدكتور في قضيه ما رايت في بعض الناس كقدر الناقصين كقدر القادرين، ولست ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام. انت اليوم كنت رائع صوتا واحساسا، لكن يوم رديتها للورقه قمت اقرا، يا الله لو انك حافظها. خل عنك الرشيم، احفظ. إيه لا تبرر انت يا زياد، لانه فصلنا، ترى فصلنا احنا، شتتنا شوي يوم راح كذا كانه ابشر بالعافيه. الله يوفقك ان شاء الله يا عبد الرحمن.